عن السلاح أوصل الثوابت. نعم. شو هي الثوابت اللي حضرتك ذكرتها انه لن تحيدوا عن الثوابت؟ في فرق، في اختلاف بالمنهجيه، بس الثوابت حددنا على مدى فتره طويله الثوابت. بفتكر امبارح رجع وليد جنبلاط اكد على قسم كبير من هذه الثوابت يلي الحزب متمسك فيها. وبرجع بقول شو هي ثوابت 14 اذار اللي بعده متمسك فيها؟ ثوابت 14 اذار، نحن مش ضد شعارات السياده والحريه والاستقلال، نحن ضد حصر شعارنا او خطابنا السياسي بهذه الشعارات من دون ما نشوف شو عم بيصير حوالينا من تطورات. هذا يلي ضد لبنان اولا. لبنان اولا بفتكر شعار بيتحصن اكثر اذا بنبحث بسبل تحصين الساحه الداخليه. مطلوب تحصين وتعزيز او الوعي الداخلي. مطلوب تحصين لبنان اولا او الغاء؟ فيك تفكري فيها مثل ما بدك، نحن بالنتيجه عم نقول كيف ممكن هذا الشعار يكون على المستوى الداخلي يحصن الساحه الداخليه ويكرس الوحده الوطنيه على المستوى الداخلي. وبرجع بس لحتى اقول شغله، الحزب التقدم الاشتراكي ليس في موقع المحاكمة وليس في موقع الدفاع عن النفس. أوكي. محاكمة من مين؟ من قبل الناس؟ من قبل الشعب؟ من أي حدا. الشعب بيحاسب الحزب بصناديق الاقتراع، في مشكلة. هذا ما حدا بيحاكم بالمسائل السياسية غير الناس مفروض. تمام، هذا عم نقوله. وهيدي اللي عم بطرحه عليك هو عم نقول خليهم يحاسبوا الناس بصناديق مما يفكر فيه الناس ومما تردد كل هالنهار بأذهان الجميع. نحن موجودين لنجاوب على أسئلتك وأسئلة الناس، ما لنا مشكلة أبدا. شكرا. بس برجع بقول لك، الحزب واي حزب من حقه ياخذ الموقف السياسي يلي هو بشوفه مناسب، من حق الحزب انه يقرر يكون على مسافه، انه ياخذ لنفسه مسافه سياسيه معينه بمكان معين، وانه يعبر عن هذا الموقف بالطريقه اللي بشوفه مناسبه انطلاقا من قراءته وتقديره للموقف السياسي. دكتور سعيد، مساله لبنان اولا، هذا الشعار اللي حضرتك من اهم المناظرين له مثل ما انا بعرف، بكركي معروف انه لبنان اولا كان هاجس للبطريركيه مش من اليوم، من يوم انشاء الكيان اللبناني. يبدو انه وليد بيك جنبلاط لديه مشكله كبيره مع لبنان اولا، بلشت من اول يوم اطلق على التكتل الواسع هذه التسميه. شو بتعتقد يعني ما هو الذي يزعج وليد بيك بلبنان اولا؟ خلينا نقول اولا بالبدايه في اجماعات بلبنان مسلمين فيها كلنا، ومسلم فيها وليد جنبلاط، وبتصور بانه بمؤتمر لبيان اللي سبق الانتخابات النيابيه كان في ثلاث نقاط يعني مهمه نحن اتحدنا حولها من اجل تاليف اللوائح وخوض الانتخابات النيابيه. النقطه الاولى اتفاق الطائف، ولا اعتقد بانه وليد جنبلاط خرج بالاتفاق الطائف. النقطه الثانيه هو 17/01، لا اعتقد انه وليد جنبلاط خرج من 17/01 عفوا. والنقطة الثالثة هي المبادرة العربية للسلام. يعني هودي الثلاث نقاط الأساسية اللي كانت مطروحة بوثيقة لبيال قبل الانتخابات، ويلي على أساسها نحن خضنا الانتخابات بالتكافل والتضامن نحن وكل شركائنا ب 14 أذار، ومن ضمنهم وليد جنبلاط. اليوم طبعاً من بعد الانتخابات ومن بعد انتصار فريق 14 أذار في تحولات حصلت، يعني ينتظر البلد كمية من الاستحقاقات ومن العناوين. ذكرت منا موضوع تداعيات القرار الضني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية. ذكرت منا موضوع العلاقات اللبنانية السورية. وذكرت منا موضوع المبادرة العربية للسلام. هالثلاث نقاط بيستحقوا من قبل الجميع بداخل فريق 14 أذار وخارج فريق 14 أذار أن يدركوا بأنه هذه الاستحقاقات وهذه العناوين هي التي ستتحكم بالحياة السياسية مستقبلا. الحكومة اللي بدها تجي ما في شك أنه الناس رح تطلبها بالماء وبالكهرباء وب الماء المتوازن وباللامركزية الإدارية وباستكمال عملية بناء الدولة. كل حكومة بلبنان أو بسويسرا بدأت تطالب بهذه المواضيع، إنما بلبنان إضافة إلى المواضيع الأساسية المواضيع الحياتية المعيشية في عناوين سياسية كبرى. بعتقد بأنه وليد جنبلاط عم بيقول يعني بشكل واضح بأنه السلم الأهلي يعني أولوية. نحن طبعا كمان مع السلم الأهلي، مش انه وليد جنبلاط حريص على السلم الاهلي ونحن مع الحرب الاهليه، يعني هذا الموضوع مش مطروح بهذا الشكل. انما عم بيقول السلم الاهلي هو الاولويه، ليه عم بيقول وليد جنبلاط السلم الاهلي؟ لانه يشعر وليد جنبلاط بانه منذ احداث 7 ايار ومع الاحداث المرتقبه ربما هناك اهتزاز بعمليه الاستقرار الامني بلبنان وعمليه السلم الاهلي بلبنان. ويحاول التموضع بشكل تكتي
مع استباقا لما ممكن ان يحدث في لبنان. هذا حصل يعني خلاف بالوجهات النظر السياسية بيننا وبين وليد جملاط، لا يعني بأنه طلاق مع 14 أذار، ولا يعني بأننا سنصطدم مع وليد جملاط في الإعلام أو في السجال السياسي. بس لما تتلاقوا معه على هذه النقطة إذا كان فعلا يعني يستطيع أن يحسن السلم الأهلي؟ أنا برأيي هو يعني كان عنده يعني ربما المبادرة بطرح هذه النقطة بالعلن، غيره بعد ما طرح، بس بالنهايه هذا استحقاق اللبنانيين، كل اللبنانيين من رئيس الجمهوريه لرئيس الحكومه للحكومه المجتمعه لمجلس النواب للشعب اللبناني للمجتمع اللبناني، عليه ان يتطلع الى هذا الاستحقاق والى هذا العنوان والادراك كيف يمكن ان نستوعب تداعيات القرار الظني الذي سيطرح نفسه بكل قوه وبكل وضوح امام الراي العام. لماذا صوب على الشريك السابق المسيحي معه في 14 من اذار منذ البدايه حتى من وقت الانتخابات النيابيه؟ قولا ولا مره ب 14 اذار حاولنا ان نزور تاريخ اي شخصيه بلبنان. تاريخ الحزب التقدم الاشتراكي معروف، تاريخ الاحزاب الاخرى معروفه، وتاريخ كل حزب وكل فريق سياسي له. مستقبلنا ب 14 اذار لنا، ولا نحن بدنا نقعد مكان وليد جملاط بالتجربة اللي هو خاضها، ولا وليد جملاط بظن بده يقعد مكان المسيحيين أو مكان السنة أو مكان الشيعة بالتجربة اللي هن خاضوها. المهم أنه كل إنسان تاريخه لإله، علينا أن نحترم هذا التاريخ مع ملاحظاتنا وتقديرنا ببعض المحطات، إنما الأكيد بأنه مستقبل اللبنانيين، مستقبلنا كلبنانيين بداخل وبخارج 14 أذار هو المشترك مع بعضنا. تاريخ كل فريق منا لحاله، يعني اليوم أنا كمسيحي بخبر ولادي روايتي للحرب الأهلية، والمسلم يخبر ولاده روايته للحرب الأهلية. لحظة 14 أذار أهميتها بأنه أسست لتاريخ مشترك ولنضال مشترك. أنا ما بعد هذه اللحظة دكتور فيرسس عايد كان واضح أنه وليد بيك جنبلاط كان عصب 14 أذار، حمل إذا بدك كان رأس الحربة في هذا، ما في شك أنه له أيدي بيضاء كبرى على 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 المعركة. بعد أربع سنوات وصلت الانتخابات النيابية، صار وكان سلوكه بالانتخابات النيابية بعد ما هو كان الريادة وكان القائد لهذه الحركة في شبه صدمة لتيار المستقبل برحيل الشهيد الكبير الرئيس رفيق الحريري. دكتور سمير جعجع كان لا يزال في السجن، كان في وليد بيك جنبلاط حامل الرايه وماشي بالرابع عشر. ما بننكر بعد اربع سنوات اجت الانتخابات النيابيه، بس بدا يشعر بالتزاحم وبدا يشعر بانه حجمك الدرزي هو هالقد رغم تضحياتك الوطنيه، رغم قد ايه قطعت هذه السنوات. هل يمكن ان يكون هذا التحليل هو سبب انه يصوب خاصه على مسيحيي الرابع عشر من اذار، وخاصه على يعني الفريقين الكتائب والقوات اللبنانيه اللي اجت تزحموا هلا بالحكومه البعض بيقول يعني فاستكمل فيعني احرجوا الى ان اخرجوا؟ لا ما بتصور انه يعني يعني انه في عله بمسيحيين 14 اذار ادت الى احراج او اخراج وليد جملاط. اولا خليني بس للتاريخ، رغم الاختلاف اللي نحن موجود بيننا وبينه اليوم، إنما للتاريخ وليد جملاط يعود فخر واعتزاز قيادة هذه الثورة بمرحلة استشهاد الرئيس رفيق الحريري. ولولا وليد جملاط والفريق اللي هو مع وليد جملاط ربما ما كنا يعني أسسنا لهذه الانتفاضة، لأنه أنت ذكرتي سمير جعجع وغير سمير جعجع، أيضا عن بيت حريري ما كان في حدا، يعني كانوا الشباب بعد ما وصلوا أول شيء كانوا تحت الصدمة طبعا تماما، وبالتالي كان في حدا لازم أنه يأخذ زمام الأمور، أخذ زمام الأمور. ولا أعتبر بأنه فريق 14 أذار حجم دور وليد جملاط بالأربع سنوات الماضية، لا بل بالعكس، يعني وليد جملاط اعتبر العصب الأساسي، وكانت في يعني مصلحة كبرى لدى الجميع ووعي كبير لدى الجميع عدم الاصطدام مع وليد جملاط، رغم أنه بأي تجمع سياسي كبير أوقات بيصير فيه احتكاكات وبيصير فيه تنافس على مصالح معينة. لا أعتقد بأنه حرام نقول عنه أنه تبدله اليوم من موقع 14 إلى موقع وسطي، لأنه اليوم حدد أنه هو بموقع وسطي، هو ناتج عن شعوره بأنه 14 أذار عم بيفوت عليه فرصة زعامة وطنية، وليد جملاط هو زعيم وطني. أنا أعتقد بأنه الموضوع أبعد من 14 وأبعد من حلفه مع المسيحيين أو مع المسلمين. وليد جملاط يشعر بالقلق وبالخوف الشديد من جراء ما سيحدث من أحداث داخلية، أو ربما أيضا مغامرة إقليمية بيقوم فيها حزب الله أو إسرائيل.
رغم تكبير الحجر البعض ينظر إلى هيك التلميح اللي قالوا عن وجود الرؤساء الأربعة بالبزات البيضاء، وكأن وليد جملاط بيتمنى يوما ما أن يكون جزء من هذه الصورة الرئيسية، حكي عن خمسة وستة وغير، والبعض يقول أنه هذه كانت كمان غص، كانت غصة الوالد كمال جملاط. لا خليني، أنا برأيي هذه في تبسيط